السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام حياكم الله إلى حلقة جديدة من أضواء سهيل. تقارير جديدة ومتنوعة نشاهدها في هذه الحلقة التي نستهلها بأبرز العناوين. جامعة صنعاء الهوية اليمنيه تذبح في معقلها. المهرة مهور شاقة وأعراس نادرة. كلية الهندسة بتعز مشاريع ابتكارية للخريجين. بن قعفان مشروع القريه التراثيه ام فاطمه مؤازره الاسره ببيع الخمير شبوه اول بطوله لكره الطائره في تاريخ المحافظه اهلا بكم قاسم سليمان الصريع الايراني في جامعه صنعاء في حفل تخرج طلبه القسم الفارسي في مسعى إلى تحويل اليمن إلى حوزة إيرانية. إغلاق أقسام في جامعة صنعاء من بينها العربية والاحتفاء بتخرج طلبة الفارسية توجه حوثي للقضاء على الهوية اليمنيه والعروبية. حدث الأسبوع يسلط الضوء على التجريف الحوثي للهوية اليمنيه واستبدالها بالهوية الفارسية. نتابع. أهمية يادغيري زبان فارسي بين مردم يمني و جمهوريه اسلامي ايراني تبادل شان اخت تعزيز و ارتقاء شده است الفارسييه اللغه والهويه تطل براسها جهارا نهارا من جامعه صنعاء معقل الهويه اليمنيه والعربيه فارسيون في صنعاء وفي صنعاء تدرس الفارسية وتداس العربيه اللغه من العدو الحربي ايرلو ومرتزقته الفارسيين. ذات صباح بعد اعوام من ادخال الفارسيه كلغه وتوجه وكيان وهويه، احتفت الميليشيات الفارسيه بتخرج الدفعه الاولى من القسم الفارسي، دفعه المجرم الصريع سليماني، كاعلان ولاء لقم وطهران، واعلان براء من صنعاء العروبه واخواتها من العروبه والتاريخ والهويه والمصير. قبيل ايام، أغلقت الحوثية الفارسية عددا من أقسام جامعة صنعاء بينها اللغة العربية والتاريخ ولسان حالها لا عروبة ولا لغة ولا تاريخ ولا لغة غير الفارسية إغلاق للعربية وافتتاح وابتهاج بالفارسية مفارقة حوثية أظهرت ما أبطلته لسنوات وظهرت على حقيقتها ووجهها وواجهتها دون تقية أو رتوش في ايلول قبل خمسه اعوام خرج كبار الفارسيه هناك مصرحا متفاخرا لقد تمكنا من اسقاط العاصمه العربيه الرابعه ومنذ ذلك الاعلان المشؤوم والاسود حرص مرتزقتهم ووكلائهم هنا الى تحويل صنعاء نسخه ايرانيه نسخه ظهر اوجها في بكائياتهم على سليماني وتهريبهم لايرلو فمن احق بالارتزاق والعماله اليوم منهم مظاهر فارسيه برزت في جامعه صنعاء تستوجب تحركا دبلوماسيا وعسكريا وفكريا لقطع دابر الفكر المستورد الفارسي واعاده الوهج والروح لصنعاء الحضاره والتاريخ تحرك شامل وعاجل قبل ان تكون صنعاء حوزه ايرانيه ولا تحين تحرك ومندم كما هو معروف عن هذه الجماعة الحوثية أنها تعمل لصالح دولة إيران وهي ميليشيا تابعة لها وليس مستغرباً صراحة, صراحة أن تقوم بمثل هذه الأعمال وهي فتح قسم اللغة الفارسية وحتى هناك في هذا القسم جميع الطلاب الذين يدرسون في هذا القسم من اسر السلاليه يتبعون هذه السلاله الفارسيه ميليشيات الحوتي تقوم بمثل هذه الاعمال من اجل خدمه ايران وكونها احدى الميليشيات التابعه لها وهي ذراعها في اليمن. جامعه صنعاء كانت من اقوى وهي افضل جامعه يمنيه، الان ميليشيات الحوثي تقوم بملشنتها ميليشيات الحوثي الانقلابيه ليست من عادتها ان تقوم يعني بتغيير اقسام اصيله عربيه كقسم اللغه العربيه واللغه الانجليزي واللغه الفرنسيه وتقوم باستبداله باقسام اخرى تنتمي الى ميليشيات ايران او الحرس الثوري الايراني وهذا يعود ليس يعني كما هي تقول انها ليست مدعومه من ايران وانما هذا منهج رسمي واضح بدعم ايراني 100% ورسالتها يعني من خلال فتح الاقسام وتخرج الدفعه الاولى باسم قاسم السليماني اللي والقتل بقتل شنيع قبل عده اشهر سابقه الميليشيات الحوثية الانقلابية تقوم بتجريف الهوية العربية اليمنية باستبدال اللغة العربية والتاريخ الذي كانت أقسام لكلية الأدب في جامعة صنعاء واستبدلتها باللغة الفارسية بدلا من اللغة العربية هذا هو الجرعة الذي جاءوا يسقطوها وناهيك عن اسم الدفعه باسم قاسم سليماني المجرم قاسم سليماني الذي كان يدير المسؤول عن الملف اليمني يدير مندوب او بمعنى اصح مندوب ايران وحزب الله في اليمن وسموا الدفعه باسم باسم هذا المجرم وكانوا من يعني ينكرون قبل سنوات لمن يتذكر انهم لا ينتمون لايران وليس لديهم ارتباطات بايران لكن اليوم المسمى الدفعه الفارسيه في جامعه صنعاء باسم قاسم سليماني ارتباط وثيق ودلاله كافيه لمن يريد ان يعرف تتنوع تقاليد وعادات الزواج بمحافظه المهره ورغم ذلك التنوع تظل مشكله غلاء المهور والتي تتجاوز ستين الف ريال سعودي هي الهم المؤرق لقلوب الشباب الحالمين بعش الزوجيه الذي صار اغلى من سعر الذهب المزيد في التقرير التالي بهذه الطريقه يقيم المهريون الاعراس التي لا تخلو من العادات والتقاليد التي اعتادوا عليها منذ القدم رقصات متنوعه لرجال القبائل الذين يتوافدون الى هذه الاعراس في محافظه المهره ورغم هذه الاجواء الفرائحيه لا تزال هناك مشكله كبرى تواجه ابناء هذه المحافظه وهي غلاء المهور نحث اباء الآباء آباء البنات أن يكون المهر يعني شوية مخفض على الشباب لأن معشر الشباب كلهم ما قدروا يتزوجوا لنتيجة أنه غلاء من الستين سعودي وسبعين سعودي ومش عارف ايش سعودي والشباب مش قادر يعني يتزوج بهذا الشكل نتمنى من الشباب أن يكونوا أن الآباء أن ينقصوا المهر ويكونوا في عون الشباب والشباب قلهم لا يقدم الكثير من الشباب على مشروع الزواج هنا بمحافظة المهرة إلا بعد كفاح طويل من العمل وجمع المال بينما يعزف آخرون نظرا لغلاء المهور التي تصل إلى ملايين الريالات ويعجز عن توفير هذا الدخل المحدود الأمر الذي دفع بعضهم إلى الزواج من محافظة أخرى غلاء المهور في المهرة وارتفاع المهور هنا زيادة يعني من 100 ألف سعودي 150 ألف سعودي لازم نشتغل أول شيء تروح السعودية تقترب و... ولذلك الشيوخ حقتنا ذا الشيوخ الله يهديكم يعني المفروض يسووا قوانين وذا يعني تخفيض المهور يعني 30 ألف 20 ألف كذا تو يقدروا وذا بعض ظروفهم صعبة وذا و ان شاء الله يخفض المهور نود ان نرسل رسالة إلى الآباء والأمهات وكذلك الأعيان وجميع المواطنين في هذه المحافظة الطيبة أن يراعوا القضية الاجتماعية قضية الزواج بالذات هذه ويشكو كثير من من البنات والأولاد في قضية غلاء المهور ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الولود الودود وخيرهن يعني من يكون يعني مهرها يعني ليس بالغالي وكذا مشكلة غلاء المهور هي الهم الأكبر الذي يؤرق كاهل الشباب هنا والمتسبب الرئيسي في تزايد نسبة العنوسة لدى الفتيات بالمحافظة حيث يأمل شباب المهر من المشايخ والأعيان بوضع الحلول والمعالجات العاجلة لهذه الظاهرة وتخفيض المهور بما يتناسب مع حالتهم المعيشية فأكثرهن بركة أيسرهن مؤنة، أحمد الحرازي لبرنامج أضواء سهيل محافظة المهرة كلية الهندسة بجامعة تعز تشهد كل عام إبداعات وابتكارات جديدة لطلابها الخريجين وتتنوع تلك المشاريع الابتكارية التي تتبلور أفكارها على مدى خمس سنوات من الدراسة الجامعية ومن أبرز مشاريع التخرج لهذا العام يد صناعية وأخرى جهاز لقياس التربة الزراعية إلى جانب عدد من المشاريع الابتكارية المزيد مع أحمد مكيبر كل عام تبدع دفعة جديدة من الطلاب الخريجين من كلية الهندسة في جامعة تعز مشاريع تخرج ابتكارية ذات كدوى عملية واقتصادية في السوق المحلية ولأنها تعز التي ما زالت ألغام الميليشيات الحوثيه تحصد ارواح الكثير من ابنائها المدنيين الابرياء وتحصد اطراف اكساد الاكثر من ضحايا الالغام كانت اليد الصناعيه احد مشاريع الابتكار الهندسي لهذا العام طبعا مشروعنا الباينك هاند اليد الاصطناعيه السبب في اختيار هذا المشروع وهو بسبب الحرب الدائر في بلادنا منذ سنوات فقد تضرر الكثير من الناس لذلك نحن كمهندسين كان من الضروري أو من اللازم علينا أن نجد تقنية تعالج هذه المشكلة وهذه التقنية هي الباينك هند والذي سوف تكون وهذه اليد الاصطناعية سوف تكون بديلة لليد العادية طبعا هذه اليد يتم التحكم بها عن طريق جهاز النيور سكاي من دويف موبايل هذا الجهاز يعمل هذا الجهاز على قراءة تفكيرك أو قراءة إشارة الدماغ اللي هي الاتنشن ومن ثم إرسالها لسلكين إلى اليد مقابل حقول الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي، ثمة مشروع ابتكاري آخر لخريجي كلية الهندسة هذا العام لتحقيق الاستفادة القصوى من التربة الزراعية وما تنتجه من محاصيل غير قياسية في تكويناتها وعناصرها البدائية آه طبعا المشروع هو عباره عن منظومه ري ذكي سمارت اريجيشن سيستم طبعا مكونات المشروع تكون مكونين اساسيا انه التعلم العميق او الذكاء الصناعي وانترنت الاشياء الذكاء الصناعي من خلاله يتم التعرف على نوع النبات بعد ما يتعرف على نوع النبات يروح يحدد الرصاص حقه قاعده البيانات الموجوده في النظام ومن ثم يعطاه كميه الماء اللي يحتاجه فقط خلال مراحل نموه طبعا لكل نبات اربع مراحل آه نمو كثيرة هي المشاريع الابتكارية التي كانت حصيلة خمس سنوات من الدراسة الجامعية لطلاب كلية الهندسة على الرغم من غياب الدعم الرسمي او استثمار هذه الأفكار وتشجيع اختراعة الخريجين من قبل رؤوس الأموال والمؤسسات العاملة الخاصة كونها منتجات ذات جدوى تجارية. مشاريع جدا جدا ممتازه تعتبر رغم طبعا الظروف الاستثنائيه اللي يعيشها البلد وشحه الدعم الحكومي المقدم الا طبعا عندنا في كوادر جدا جدا ممتازه سواء من اعضاء التدريس او من الطلاب انفسهم يقوموا بالكثير كما ترون انتم كما شاهدتم المشاريع هذه فقط بحاجه الى بعض الرعايه، الرعايه هذه يفترض انه بالمؤسسات الـ الـ الصناعية الموجودة داخل داخل سوق العمل وداخل اليمن على مستوى الليمان بشكل عام، نتهتم وتولي اهتمام معين، يكون مع تنسيق مع وزارة التعليم العالي ومع الجامعات، على اساس تبني مثل هذه المشاريع تحولها من مشاريع بحثية إلى مشاريع إنتاجية. وتبقى هذه المشاريع المبتكرة بصمات لهؤلاء الطلاب وبادرة مشجعة على انتقالهم من عالم التنظير إلى ميدان التطبيق. رغم كثير من المعوقات التي يواجهنا في توفير المال والمواد اللازمة لابتكاراتهم المشاريع تقريبا هي كانت في حدود 60 مشروع في هذا العام تقسم إلى قسمين مشاريع ابتكارية تكون هارد ومشاريع تكون سوفت بالنسبة للمشاريع اللي هي كانت هارد تقريبا في حدود 15 مشروع ما تواجد اليوم تقريبا في كان أربعة مشاريع تقريبا المشاريع هذه تقريبا من أداء طلاب طلاب خريجي جامعه تعز تحت اشراف نخبه من دكاتره الكليه ابداع في زمن الحرب وابتكارات هندسيه تشهد على عبقريه الانسان اليمني وعقليته الحضاريه المنتجه ولكنها تحتاج للرعايه والدعم والتشجيع لتجد طريقها على ارض الواقع والاستمرار. احمد مكيبر لاضواء سهيل تعز الاهتمام بالتاريخ ومقتنياته الاثريه واستثماره سياحيا في جذب الانظار والزوار هو نتاج وعي حضاري وحرص وطني باعتبار التاريخ شاهدا خالدا على ثقافات الشعوب وحضارات البلدان. وهذا الوعي هو ما جسده على واقع الحقيقه العم عبد الله بن قعفان في محافظه حضرموت بانشائه قريه تراثيه سياحيه في مديريه ساه بوادي حضرموت. تحوي الكثير من القطع الاثريه واللوحات الفلكلوريه والملابس القديمه وعدد من الاسلحه والمقتنيات التي تشهد على حقب تاريخيه مختلفه من تاريخ اليمن وحضاراته العظيمه. نتابع. قل من يهتم بالتاريخ القديم والموروث الحضاري الذي تزخر به حضرموت منذ الاف السنين ولم يبقى منها شاهد على تلك الحقبه. الا القليل من لا ماضي له لا حاضر له هذا ما يعتقده العم عبد الله بن قعفان الذي اهتم بالبحث عن الاثار والقطع التاريخيه من مختلف مناطق حضرموت يجمعها في مكان واحد اطلق عليه اسم القرية التراثية يرى العم عبد الله في هذه القرية مشروعه الخاص الذي يستطيع من خلاله اعطاء الجيل الحاضر صورة حية وواقعية عن تلك الأدوات والملابس القديمة التي كان يستخدمها الأجداد في فترات زمنية مختلفة وليكون هذا المكان مركزا تراثيا وسياحيا جاذبا لكل الزوار من 83 ولو كل ما عجبتنا قطعة أطرحها في البيت ثم يعني انطلقت على يعني القراء عند البدو وجمع على قطعة 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 حتى قدنا مؤهل اننا افتتح جزء شبه معرض صغير كما هذا بدأت به وبعد الافتتاح مباشرة وتفاعل المواطنين معي يعني طلبتنا من الزوار ان من بيزورنا لا يعطينا فلوس، من بيزورنا يوفر لي اي قطعه عنده تراثيه يجيبها لعندي. وبدوا الناس ايضا بالاندفاع وما شاء الله تقريبا 30% المئة طوعين ان المواطنين يعني وفروا لنا وهذا يعتبر يعني جهد فردي صممت القرية التراثية بطريقة أثرية قديمة لتعكس طبيعة الحياة القديمة وبساطة العيش وسهولة التعامل مع الواقع بعيدا عن تعقيدات الحياة المعاصرة وتحتوي القريه على مجموعه من القطع الاثريه والموروثات القديمه والادوات العسكريه والملابس وغيرها من المقتنيات التي تعكس وسائل العيش في تلك الفترات القديمه مع صور قديمه لعدد من المناطق والقطع الاثريه بحضر موت القرية التراثية بمديرية ساه تشكل إضافة مهمة جدا للجانب الثقافي والجانب السياحي بما تشهد هذه القرية من زخم في زيارات السياح وخصوصا السياحة الداخلية في هذه الفترة من أبناء اليمن بشكل عام للتعرف على الموروث الثقافي لحضرموت يتوافد الكثير من الزوار إلى هذه القرية في منطقة ساه من مختلف مناطق حضرموت ومن عدة محافظات أخرى للاطلاع على محتوياتها ومعرفة عادات وتقاليد الحضارم في الحقب الماضية، كما يتم تسجيل العديد من الحلقات والبرامج التلفزيونية في هذه القرية لتعكس هوية حضرموت وإرثها العريق. القرية التراثية علمتنا على أشياء قديمة. يعني من ايام اجدادنا أجداد اجدادنا تعلمنا حاجات مثل الرحى مثل هذه كانوا مره يعانون مره عن زمننا هذا اختلف كثير يعني مره في حاجات واجب من ناحيه اللبس من ناحيه كل شيء عبدالله بن قعفان مواطن حضرمي استوعب القيمة التاريخية للموروث الحضاري في اليمن وفي محافظة حضرموت تحديدا فكانت هذه القرية التراثية مشروعا يترجم وعيه بالتاريخ واستثماره سياحيا الزائر إلى هذه القرية التراثية يظن وكأن التاريخ توقف هنا حيث تعود به الذكريات إلى عهد الأجداد والحقبة الزمنية التي عاشوها في ظل إمكانيات بسيطة وسهلة فهم برماده قناة سهيل من القرية التراثية مديرية ساة على رصيف من شوارع الشيخ عثمان في عدن تشق أم فاطمة طريقها في مشروع متواضع لبيع الخمير. أم فاطمة امرأة عدنية تعول أربع فتيات وتتخذ من هذا العمل مصدر عمل ودخل قد لا يكون مربحا لكنه يعين عائلتها على مواجهة أعباء الحرب والحفاظ على كرامتها الإنسانية. في ظل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد المزيد في تقرير أمة الرحمن العفوري بيع الخمير وسيلة للعيش في زمن الحرب ذلك ما أثبتته السيدة العدنية أم فاطمة من خلال اعتمادها على بيع الخمير لتوفير متطلبات الحياة لها ولأفراد أسرتها بدأت المشروع عني بالقاري أم طيبة وبعدين الناس الله يستر عليهم طرحوا عني بالواتس بالفيس وعطوا لي زيدنا ناقص وكبرت اشتريت ده وهذا الميزة حق الناس وشو حقي وهذه قلي قي والناس بدعوا يشتروا مني حبة 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 يعني حوالي ماليش سنة يعني ماليش سنة بس عندي مشاريع كثير شي سويها بس يعني كل شي غالي زي القونية الدقيق غالي زي السكر غالي زي كل شي غالي حتى البطاط كان الشي سوي بطاط شيبس بطاط شيبس غالي مخصص واني ما قدرتش مكلف اربع بنات كانت تشتغل زمن بالبيوت دحين ابيع لقمه عيشي. بعد وفاه زوجها اضطرت السيده ام فاطمه للعمل كخاتمه في المنازل بحثا عن لقمه العيش لها ولبناتها ولكنها استطاعت ان تطوي صفحات تلك الايام وتبدا رحله جديده. انت لحد هي تعول على اربع بنات وهي العائل الوحيد وليس لها اي عائل وهي تقوم من الصباح من الساعه الرابعه وفجرا او الخامسه فجرا في لقمه العيش لبناتها ولذلك نقول جميع النساء ان يحتدوا بحذف هذه المره في الكفاح وفي طلب الرزق والعيش واللقمه الحلال لاولادهم ومش عارف ان الحلم والله تشتغل لو تخرج بطلب الرزق تمام العيب انه تموت مش حاد. لكن ما من أجل العيش ومن أجل أن تطلب الله على اولاده مش وبدات ام فاطمه ببيع الخمير في شوارع وارصفه مدينه عدن ضمن رحلتها الشاقه في مواجهه تحديات الحياه على غرار عشرات النساء في اليمن كان لي فكرتي من زمان بس ما كانش حد يعطيني واحد الله يستر عطاني مبلغ بسيط وكملت، أما إني أنا من نفسي ما وفي ناس كمان ساعدوني دعموني، بس يعني الحمد لله على كل شيء. واستطاعت أم فاطمة أن تثبت جدارة قدرتها في مساعدة أسرتها من خلال بيع الخمير خلال تلك الفترة قبل أن يتكفل أحد فاعلي الخير بتطوير مشروعها لتبدأ مرحلة جديدة في بيع الخمير. بمنطقة الشيخ عثمان بمحافظة عدن طبعا فكرني أطول أزيد من هكذا يعني زي طعمية زي همبرجر زي الحاجات دي زي أكلات شعبية زي البروست زي ما شاء الله بنتي تعرف صلى حاجات كثيرة بنتي الثانية بس عين يعني الحاجة ما تقدرش فني. أنا يعني اللي أصلحه لقمة عيشي أكله ومع استمرار الحرب في اليمن وانعدام فرص العمل وانقطاع رواتب المواطنين الحكوميين والتي بدورها انعكست سلبا على حياة المواطنين خصوصا النساء اللواتي فقدن عوائلهن ومصدر رزقهن لجأت الكثير من النساء إلى العمل لإعالة أسرهن كما فعلت أم فاطمة أم فاطمة نموذج لامرأة يمنية واجهت أعباء الحرب وأعباء العمل في الخدمة المنزلية بالعمل الحر وبيع الخمير لتتحرر من قيود الفاقة وتعول أسرتها في زمن حرب أكلت قوت الأطفال ولقمة الحياة وفرص العمل. أمة الرحمن العفوري لقناة سهيل الفضائية عدن تشهد محافظة شبوة هذه الأيام زخماً رياضياً غير مسبوق بعد توقف طويل في الأنشطة الرياضية دام لأكثر من خمس سنوات بسبب الحرب الميليشياوية على البلاد. يأتي هذا الزخم مع إيلاء السلطة المحلية قطاع الرياضة اهتماماً خاصاً من خلال دعمها الكبير للبنية التحتية الرياضية ولاول مرة في تاريخ محافظة شبوة يقام دوري الكره الطائره. المزيد في تقرير حسن البريكي. يعقد همته املا ان تفتح له الابواب في عالم الرياضه. محمد محسن رياضي من ابناء محافظه شبوه لم يستطع ممارسه هواياته رسميا منذ خمس سنوات بسبب الحرب وغياب الاهتمام بالرياضه. لكنه الان استطاع تحقيق حلمه من خلال مشاركته في بطوله كره الطائره والتي يشارك فيها انديه المحافظه الخمسه برعايه كريمه من وزاره الشباب والرياضه والسلطه المحليه كاول بطوله في تاريخ المحافظه تقام في الصاله الرياضيه صاله الاعلامي العسم بعد اعاده تاهيلها. البطوله هذا جاءت في وقت استثنائي ونحن مستعدين للبطوله. ونشكر كل من قام وساهم وادى في هذا العمل وفي هذه البطوله طبعا كان السابق الانشطه ضعيفه ولم يكن هناك اهتمام بها لفت الان نظرا الى ان هناك اهتمام من السلطه العمل بهذه الانشطه الرياضيه إلى غير بعيد من هنا على أرضية هذا الملعب أقيمت بطولة ثابتة لكأس أندية شبوة من كل عام برعاية من المحافظ محمد بن عديو فيما تجري حاليا بطولة كأس طيران الملكة بالكيس لأندية المحافظة والتي يشارك فيها أندية المحافظة الأربعة والعشرين بعد إعادة تأهيل وتعشيب ملعب الفقيد ناصر الخليفي أشكر محافظ شبوة على على مجهودة الذي يلقاها على الملعب اول مره يقوم اول مره اول محافظ يقوم بملعب زي كذا ونشكر اول محافظ نعديه الف الف شكر وثاني شيء البطوله كذا تبعد اللاعبين عن الثارات منذ خمس سنوات والأنشطة الرياضية الرسمية متوقفة هنا بسبب الحرب الميليشياوية على البلاد، حيث اقتصر النشاط على بطولات في كرة القدم سنوية غير رسمية تشمل بعض أندية المحافظة، إلا أن دعم السلطة المحلية للبنية التحتية للرياضة والرياضيين والاستقرار الأمني الذي تشهده المحافظة ساهم وبشكل كبير في إعادة وتنشيط الحركة الرياضية. بعد ان مرت بمرحله من الخمول بعد توقف الانشطه الرياضيه لمده خمس سنوات بسبب الحرب الحوثيه قامت السلطه المحليه في محافظه شبوه مثل بالاخ محمد صالح بن اديه محافظ المحافظه بدعم قطاع الشباب والرياضه دعم كبير، هذا الدعم الكبير يحملنا في المكتب الشباب والرياضه وقطاع الشباب والرياضه مسؤوليه كبيره للنهوض برياضه شبوه والى مصاف انديه الدرجه الاولى والممتازه في جميع الالعاب باذن الله تعالى. محمد محسن واحدا من مواهب رياضيه كثيره هنا وهو ما يجب على الحكومه المزيد من الدعم وايجاد بنيه تحتيه مكتمله لتفعيل النشاط الرياضي وتاهيل وابراز المواهب الرياضيه ولتكون متنفسا للرياضه وعشاقها في محافظه شبوه حسن البركي لقناه سهيل من محافظه شبوه اصوات مواطني محفظه تعز تتساءل في فقره وصل صوتك هذا الاسبوع عن دور مكتب حقوق الانسان في رصد الانتهاكات الحوثيه بحق ابناء المدينه واصوات تتهم المكتب بالغياب الكامل عن دوره نتابع المزيد في هذه الفقره اعتقد ان جرائم الحوثيين الوحشيه خلال ما يقارب ست سنوات من الحرب جرائم كبيره لكن في ومتعدده ومختلفه الاشكال وخصوصا من انتهاكات حقوق الانسان والقتل العشوائي والقنص والاعتقالات وكل كل, كل انواع الانتهاكات ترتكبها ميليشيات الحوثي لكن في المقابل اعتقد انا ان مكتب حقوق الانسان لا يواكب هذه الانتهاكات ولم يصل صوتنا ولا مظلوميتنا الى العالم حول ما يحدث في تعز من انتهاكات، هناك انتهاكات كبيره. مكتب حقوق الانسان محسوب على الجهه الحكوميه، يجب ان يقوم بواجبه ويجب ان يزور اسر الضحايا وان يوثق وان يرصد وان يجمع التقارير الحقوقيه وان يرفع بتلك الملفات. من اجل المحاكمات ومن اجل تقديم العون القضائي امام المحاكم سواء الوطنيه او الدوليه. والله في تعز الأمانة والحقيقه لا يوجد مكتب لحقوق الانسان كبقيه المحافظات المناطق الخاضعه للشرعيه. هناك لا تقوم بتوثيق الاختيارات الامنيه حتى الى اليوم لا نعرف انه معهم موقع عبر شبكه التواصل الاجتماعي او لا يوجد. لذلك لا نعلم انه يعني بخصوص الاغتيالات اللي تبقى بالشوارع بخصوص اللي تبقى الاغتيالات الامنيه خمس مليشيات الحوثي على المواطنين يعني هناك ما يوجد اي توثيق من مكاتب حقوق الانسان بمدينه تعز ولا نعلم من هو مدير مكتب حقوق الانسان الى الان طبعا دور دور مكتب حقوق الانسان في تعز يقوم بدور جيد يقوم بتوثيق الانتهاكات يقوم باصدار بيانات على بعض الجرائم اللي ترتكب في تعز يبقى هو فقط يعني ان يكون للمكتب يعني دور فعال في ايصال هذه الرسائل وهذه البيانات الى الجهات الدوليه لابد ما يكون هناك يعني خطه تواصل وهو خطه ربط مع هذه الجهات بشكل مستمر ويكون المكتب ذات ثقه عند هذه الجهات بحيث يكون هناك تواصل مستمر رفع مستمر يعني يعني إثارة القضايا هذه أمام المجتمع الدولي حتى يكون هناك صدى ويكون هناك يعني يكون هناك تحرك دولي تحرك جاد أمام ما يحصل من تعز من جرائم أمام ما يحصل في تعز من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين حقيقة أن حقوق الإنسان في تعز ليس له أي دور فالجرائم في تعز بشكل كبير جداً يعني جرائم من ميليشيات الحوثي بحق الاطفال بحق المدنيين بحق الرضع بحق الشيوخ بحق المدنيه بحق الانسانيه لا توجد حق انسان في تعز انا اعتقد ان مكتب حق الانسان في تعز شبه من عدم اتمنى من السلطه المحليه ومكتب حق الانسان في تعز التفاعل مع قضايا المدنيه وقضايا الحقوقيه في تعز التي تنتهك من قبل ميليشيات الحوثي الاجراميه ومن قبل بعض المنفذين في مدينة تعز هناك بعض الأشخاص يريدون زعزعة الأمر الاستقلال في مدينة تعز ويقومون بالقتل والتهجير والظلم في بعض المواطنين أو بعض الناس مشاهدينا الكرام بعدما شاهدنا واياكم هذه العينه من الاستطلاعات حول دور مكتب حقوق الانسان وتوثيقه لجرائم ميليشيا الحوثي الانقلابيه في محافظه تعز تواصلنا بالاخ مدير هذا المكتب وهو الاستاذ علي سرحان لكنه لم يتجاوب معنا وتعذر بانشغالاته بهذا نكون قد ختمنا هذه الفقره الى اللقاء مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونواصل بعده هديل الجوع في مهد الولاده امروان استمرار رغم الحرب مارب مرسم حر لتنميه المواهب والسلام اهلا بكم من جديد. تشهد محافظه حجه ارتفاعا بمعدلات سوء التغذيه بشكل متزايد، حيث اعلنت منظمه اطباء بلا حدود مطلع الشهر الجاري عن زياده في الحالات بمستشفى عبس الواقع تحت سيطره الميليشيات بنسبه 30% مقارنه بالعام الماضي. بيد ان المديريات المحاصره شمال المحافظه لا تتواجد بها اي منظمات دوليه عامله في المجالات الصحيه. ما يجعل حياه الاطفال مهدده بالموت كون عائلاتهم غير قادره على ايجاد علاجات لاطفالهم. للمزيد نتابع تقرير سليم المخلافي. ما عادت الرصاصه وحدها تقتل فللحرب الاف من اشكال الموت. فانتشار سوء التغذيه الحاد في اوساط الاطفال بمديريات شمال حجه موت صامت ينذر بكارثه صحيه تجتاح هذه المناطق. ويفتح الباب مشرعا بتساؤلات كثيره لماذا تغيب المنظمات الدوليه والانسانيه عن العمل في المديريات المحرره شمال المحافظه. بجسد نحيل تواجه الطفله هديل ذات العامين تداعيات سوء التغذيه الحاد الذي انهك صحتها فيما تقف اسرتها عاجزه عن التدخل الا من محاوله اسكاتها بهدهدات أم لا تملك غير صوتها أطلب علاج لأولادنا نطلب تغذية نطلب عافية لهم ما حصلنا تعبانين مراضة نطلب تطعيم هنا يقتسم الآباء والأمهات وجع الأبناء بعد أن فقدوا مصادر دخلهم جراء الحصار الحوثي المتواصل على مديريات ميدي وحيران ومناطق بحرض وعبس واشتداد وطأة الحصار هذا العام ما تسبب في ارتفاع معدلات سوء التغذية في جيل البراءة والطفولة نعاني لنا ثلاث سنين من المرض ومن التعب ومن الضبح ومن الخوف على أولادنا وعلى أرواحنا عندنا و... تعبانين في هذه البلد حنا أسيرين مأسورين ما في قفص ما نقول لك كذا ولا كذا نتمنى العلاجات من اول كان معنا علاجات مرتاحين لكن اليوم تمناها ما نقدر نشوفها وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن أكثر من سبعة ملايين شخص يعانون من سوء التغذية بما فيهم مليونا طفل دون سن الخامسة ففي المديرية المحاصرة شمال حجة لوحدها حوالي ألف طفل يعانون سوء تغذية حاد دون تدخل من أي جهة رسمية أو إغاثية دولية بحسب مدير مكتب الصحة بحيران ما يقارب الألف طفل يعانون من أمراض سوء التغذية الحاد حقيقة توجد منظمات عديدة تعمل في هذا المجال الإنساني منظمات دولية مثل منظمة الأطباء والحدود منظمة الأمم والطفولة اليونيسف منظمة الصحة العالمية منظمة أكسفام منظمة إدرا منظمة كير منظمات عدة لا يحضرني اسمها تتواجد في مناطق سيطرة الحوثيين ولكن لم تتواجد اي منها هذه المنظمات في مناطق الشرطة الشرطة الشرعيه في شمال محافظه حجه. يخوض هؤلاء الاطفال معركه الموت المبكر وتتهددهم مخاطر الفناء بهذه المناطق دون وجود للمنظمات الامميه في مجالي الغذاء والطفوله. وكيل حجه في تصريح سابق تحدث عن رفع نداءات للمنظمات ولكن دون ما استجابه للاسف الشديد نحن قدمنا رسائل رسائل متعدده من السلطه المحليه عبر الحكومه الشرعيه الى كل المنظمات الدوليه والانسانيه العامله في المجتمع الدولي سواء من الصحه العالميه، سواء الهلال الاحمر، سواء كل المنظمات العامله، نحن كنا نناشدهم ونطالبهم هذه المناطق المحرره فيها النازحين، فيها المناطق المتضرره من الحرب الذي يعني هناك عندنا اشكاليه في الدواء، اشكاليه في التعليم، اشكاليه في الصحه، اشكاليه في في الزراعه، في قضيه المبيدات الزراعيه، في قضيه المياه، للاسف الشديد المنظمات العامله تحت سيطره الحوثيين هي بين يبعد بيني وبينها مسافة 15 كيلو فقط هي بالإمكان أنها تعمل لها ممر إنساني لإيصال هذه المساعدة بسهولة ويسر يتواصل الحصار الحوثي وترتفع نداءات الاستغاثة وتغيب المنظمات والضمير الإنساني كما يقول الأهالي فيما وحدهم الأطفال من يدفعون الثمن الباهظ الذي قد يكون هو حياتهم سليم المخلافي لبرنامج أضواء سهيل حجة تتعدد مشاريع النساء النازحات الفارات من جحيم الحرب الحوثية إلى مأرب لكن هذه المشاريع تنتظر جهات داعمة لاستمرارها وتطويرها حتى يتمكن اقتصاديا ومعنويا من مواصلة رحلة كفاحهن في سوق العمل والإنتاج المنزلي والأعمال المثمرة أم روان واحدة من أصحاب هذه المشاريع نتابع قصتها في التقرير التالي بأدواتها البسيطة تحاول أم روان النازحة من صنعاء إلى مارب صناعة أشكال فريدة ومتنوعة من الوردة التي تستخدم في مختلف المناسبات قبل ثمان سنوات بدأت عملها في هذا المجال واليوم في ظل النزوح تفتقر أم روان إلى الأدوات الكافية التي تمكنها من توسيع مشروعها المنزلي مشروع يوفر دخلا زهيدا لعالة إسرتها المشردة من الحرب ناهيك عن توظيف أيادي عاملة نسائية كثيرة على اساس احنا ما فيش معانا عمل ولا معانا دخل ولا اي شي فانها خلاص وبدينا في 2013 وكان معانا معمل صغير في البيت ورجعنا مع الاوضاع خلاص بطلنا ونزحنا مأرب ودحين الامكانيات كذا شويه تعب شويه ويعني المواد مش متوفره هنا اساسا بعض المواد قبل الحرب ومنذ تأسيس مشروعها الصغير في منزلها السابق كانت تجد طريقا لبيع منتجاتها لأصحاب المكتبات والمحال التجارية وهي اليوم تحاول أن تعيد مشروعها والعمل فيه رغم قلة الإمكانيات أكيد تفيدني معنويا وكانت تفيدني ماديا أصلا لما الواحد يشوف الورد وهذا يعني بيندي شعور إيجابي ودحين بطلنا شوية هذا العمل إلى أقل مسمعه أشياء الصعوبات. أكيد صعوبة زي أي صعوبة أي شخص يعني يواجه في مشروع وبداية يعني الإمكانيات أكيد ما فيش موجودة. إحنا نجد الجهات المعنية المختصة بدعم المواهب هذا الجديدة وللنازحين للناس اللي هم يعني يعيشوا يعيشوا معيشة صعبة في في هذا البلد وما دام هذا الأسرة نتجت وما عندها أي إمكانية نتجوا هذا المنتج وهذا التشكيلات لو كان باش دعم لو باش أي حاجة أكيد أنهم كانوا يصنعوا على المعجزة لكنهم حاربتهم فرق الصرف والمشاكل والدولة داخل في صراعات في كل البقع لكن الآن نضرب من الجهات المختصة من وزارة التجارة والصناعة من وزارة الثقافة مؤسسات وجمعيات في مارب بدات تعمل على دعم هكذا مشاريع نسائيه وتاهيلهن لسوق العمل ونقلهن من مرحله الاحتياج الى مرحله الانتاج وتامل ام روان من احدى هذه الجهات الدعم اللازم لعوده مشروعها الصغير. يجب على منظمات المجتمع المدني في مارب الاهتمام بالنساء وخصوصا النساء النازحات. حيث ان المراه اليمنية أكثر من يدفع ثمن الحرب، وأصبحت هي من يتحمل العبء الكبير للأسرة، وطبعا أصعب أصعب شيء تواجهه النساء هو الوضع الاقتصادي، فنحن مثلا في مؤسسة فتيات مأرب دشنا قبل أيام مشروع سبأ، برنامج برنامج سبأ وهو تمكين المرأة اقتصاديا ونستهدف فيه ستين امرأة على مرحلتين مرحلة عشرين امرأة ومرحلة أربعين أم روان من النساء النازحات يعانين ظروف نزوح صعبة في ظل غياب المأوى والاعتماد على الخيام سكنا بديلا رغم افتقارها للاحتياجات الضرورية اللازمة للعيش ومع هذه الظروف الصعبه يبقى تدخل المنظمات محدودا ولا يرتقي الى حجم المعاناه في المخيمات وتطمح النازحات في توسيع ذلك الدور بما ينسجم مع حجم المعاناه والاحتياج لبرنامج اضواء سهيل هادي الحربي. اصابه اربعه مدنيين بينهم اطفال بقصف مدفعي لميليشيا الحوثي على المدنيين. فيما أصيبت امرأة وطفلها برصاص الميليشيات بمحافظة إب. كما قتل مواطنين اثنين برصاص مسلحين حوثيين والميليشيات تفرض إجراءات تعسفية على طالبات جامعة العلوم بصنعاء. كما اختطفت عريساً وألغت حفل زفافه. المزيد من الانتهاكات خلال هذا الأسبوع في التقرير التالي. قتل مواطنان اثنان برصاص مسلحين حوثيين في حادثتين منفصلتين فيما تعميم حوثي متشدد على طريقة داعش يفرض على طالبات جامعة العلوم والتكنولوجيا ضوابط لباس محددة إلى ذلك أصدرت محكمة حوثية أحكاما بالإعدام على مختطفين اثنين بتهمة التعاون مع التحالف العربي وفي سياق متصل كشف تقرير عن احتجاز ميليشيات الحوثي أربعين هنديا كرهاء في معتقلات سيئة فيما الميليشيات تعلق الدراسة في ثمانية أقسام بجامعة صنعاء تحت ذريعة قلة الملتحقين بها وأنها غير مربحة إلى محافظة تعز حيث قتل طفل وأصيب ثمانية مدنيين بجروح إثر قصف مدفعي شنته ميليشيات الحوثي على الأحياء السكنية شرقي المدينة كما أصيبت طفلتان بانفجار مقذوف من مخلفات مليشيات الحوثي بمديرية الواسعية، فيما المليشيات تفجر منزل المواطن علي عبد القوي في مديرية مقبنة غربي المحافظة. وفي الحديدة أصيبت فتاة برصاص مليشيات الحوثي في مديرية حيس والقصف الحوثي يتجدد على قرى المدنيين جنوب المحافظة. إلى محافظة إب حيث قتل مواطن وأصيب ثلاثة آخرون برصاص ميليشيات الحوثي في مديرية جبلة كما أصيبت امرأة وطفلها برصاص المليشيات في مدينة القاعدة بمديرية ذي السفال إلى ذلك توفي مختطف جديد تحت التعذيب في أحد سجون ميليشيات الحوثي بمديرية القصر أما في محافظة مأرب فقد أصيب أربعة مدنيين بينهم طفل بقصف مدفعي لميليشيات الحوثي على المدنيين بمديرية مدغل وفي العاصمة المؤقتة عدن أقدمت تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي على اعتقال طاقم توزيع صحيفة عدن الغد في انتهاك جديد لحرية الصحافة مأرب أرض الحضارة والنقوش المسندية ومحافظة الحب والسلام وفي مدينة مأرب ثمة مرسم حر ومفتوح يتسابق إليه الرسامون والرسامات ومواهب الفنون التشكيلية لرسم لوحات إبداعية بلغة اللون وفرشاة الإبداع يرسمون للسلام. في سياق التقرير التالي نتابع المزيد. زينب العزاني فتاة تبلغ من العمر 17 عاما تزور المرسم الحر باستمرار لتنمية موهبتها التي اكتشفتها قبل ثلاثة أعوام. كانت بداية زينب في الرسم بالقلم الرصاص وتعلمت في هذا المرسم أساسية الرسم ليتحول بعد ذلك قلمها الرصاص إلى ألوان مائية وزيتية وفن جميل يبهر كل من نظر إليه عندما كان عمري 14 سنة مارست هواية الرسم وطورتها يعني بديت في الأساسيات عندما أتيت إلى مارب دخلت في مجال الفراش والألوان الزيتية زينب مثال للعديد من الفتيات اللواتي يسعين لتنمية مواهبهن، وهنا وجدت زينب ظلتها لتبدا مشوارها في عالم الرسم وتلوين عالمها كما تريد، فقد اكتسبت مهارات كثيرة، أضافت إلى لوحاتها رونق ما يخطر في وجدانها في لوحة صغيرة تمثل الكثير. أطمح عندما يشاهد المشاهد لوحاتي تأثر في مشاعره ووجدانه يكون تأثر فيه آه في الرسم الزيتي أول شيء يكون معك ضربات تضربين معك الضربات الأولى نأخذ تكتمل اللوحة في الضربات الأخيرة يعني لما تشوفيها في الضربات الأولى ما توقعش أنها بعد ما تتفرجي لها بعد فترة ما توقعش أن هذه اللي شفتيها أول مرة تواصل زينب تعليمها الثانوي لكنها لم تترك موهبتها فهي تسعى دائما لتنميتها وترى في الفرشات والالوان عالمها الاخر الذي تجسد فيه الواقع بما تمليه عليها مخيلتها ليتحول بذلك الى فن يلامس القلوب أقل من عامين منذ فتح المرسم الحر أبوابه في مدينة مأرب إلا أن الإقبال عليه كبير من الهواة ومبتدئي الرسم الذين كان لهم هذا المرسم الملاذ الوحيد لتطوير هذا الفن وتنمية مواهبهم والله أولاً لكثرة الطلبات على فتح قسم للموسيقى ولرغبة الأستاذ محمد صوفان في فتح قسم للموسيقى بدأت يعني نبدأ إن شاء الله نفتح قسم الموسيقى تبع المرسم الحر تختلف اذواق وافكار المبدعين في عالم الرسم والفنون التشكيليه فتتعدد اللوحات وتجتمع في هذا المرسم الحر في مدينه مارب كل الالوان وكل فنون الرسم التراجيديه والتشكيليه والواقعيه بمختلف مدارسها الفنيه لكن هذه المواهب المتعدده واللوحات المختلفه تلتقي عند رساله واحده هي الدعوه الى السلام وترسيخ ثقافته مشاهدينا الكرام نكون بهذا قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أضواء سهيل انتظرونا مساء الجمعة المقبل بحلقة جديدة حتى ذلكم الحين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته